السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على الفرق بين A avec accent و A sans accent. فأول ملاحظة هو أن A avec accent و A sans accent ليست بينهما أي علاقة، فهذين الحرفين لهما نفس النطق ولكن يختلفان في الكتابة والمعنى، وبالفرنسية الحروف أو الكلمات التي لها نفس النطق وتختلف في المعنى تسمى ب لزوموفون أوموفون. فلنبدأ الدرس على بركة الله. فأول شيء سوف نتعرف على أ سونز أكسون، يعني أ بدون أكسون. فأ بدون أكسون أو سونز أكسون C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe avoir. Donc, on écrit A sans accent lorsqu'il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire avoir. Donc, had A, il y a le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Quand conjugué le pronom personnel, il. Quand on dit il a. Ça, on dit la conjugaison dans le verbe avoir, il y a j'ai, tu as. إلا إلا. donc هذا A هو le verbe avoir. A تستعمل للتعبير عن الملكية مع الضمير il، فكنقولو إلا. نعطيو إكزامبل. إلا une voiture. إلا une voiture، يعني هو يملك أو لديه أو عنده سيارة، يعني فعل امتلاك، فهذا كيتسمى le verbe avoir. نعطيو إكزامبل تاني. إلا في ses devoirs. Il a fait ses devoirs. فهنا الملاحظة اللي كاينة هو عندي A ويليها verbe، le verbe faire. Il a fait. فهنا كيتسمى auxiliaire. كيتسمى l'auxiliaire avoir. فسابقا قلنا l'auxiliaire هو مساعد الفعل. فهنا وضعنا A باش تساعد لنا هاد le verbe، le verbe faire. Donc il a fait ses devoirs. فهنا A هي l'auxiliaire avoir. فهنا عندي A le verbe avoir وهنا A l'auxiliaire avoir، يعني كنكتبوهم بدون accent. الآن إذا عندي جملة إلى une voiture وأرد أن أعرف هل سوف أكتب A بدون accent أو ب accent، فماذا أفعل؟ فأصرف هذا الفعل. فA هو قابل للتصريف، بما أنه فعل فهو قابل للتصريف، يعني أقول il avait une voiture. Il avait une voiture. فهنا صرفت le verbe avoir في l'imparfait. Il avait une voiture. فهذه جملة صحيحة، يعني كانت لديه سيارة. فهذه جملة صحيحة. إذن فأ سوف أكتبها بدون أكسون. وهنا أيضا il a fait ses devoirs. Il avait fait ses devoirs. فهنا c'est le plus que parfait. إذن جملة صحيحة. فأ إذا كانت قابلة للتصريف يعني ممكن كونجوغيها فتكتب بدون أكسون. فالآن سوف نمر للتعرف على أ أفيك أكسون. أ أفيك أكسون. أ أفيك أكسون بيان أ بي أكسون سيت أون بريبوزيسيون. ألوغ أون إكري أ أفيك أكسون غراف، فهاد أكسون تسمى أكسون غراف لورسكيل ساجي دون بريبوزيسيون. ما هي بريبوزيسيون؟ فبريبوزيسيون بالعربية كنقولو حرف الجر. حرف الجر. فعندنا حروف الجر اللي هما إلى، لي، في، بي. فهنا أ أفيك أكسون ممكن نكتبوها في جملة وتكون كتعني لنا إلى، ممكن نكتبوها وتكون كتعني لي أو في أو بي. دونك هذه هي أ avec accent أو A B accent. فدابا نمر نتعرفوا على أمثلة أو دي زيكزامبل اللي فيهم A B accent باش تعرفوا الفرق ما بين A avec accent و A sans accent. فالآن نشوفوا المثال الأول. Tu dois aller à la mosquée. Tu dois aller à la mosquée، يعني يجب عليك الذهاب إلى المسجد. فهنا A avec accent كتعني لنا إلى إلى المسجد، دونك هذا بريبوزيسيون أو حرف جر إلى المسجد. فهنا إلا ما عرفتش واش غادي نوضع أ أفيك أكسون أو بيان أ سونز أكسون، فغنعوض أ بأفي، فغنقول تو دوا ألي أفي لا موسكي. دونك هذه جملة خاطئة ما يمكنش.
enfin, si on ne peut pas remplacer le A par avait, il faut donc mettre un accent sur le A. Tout simplement. يعني إلا ما قدرتش نعوض A بأفي فكيخصني نوضع accent sur le A. L'exemple تاني, mon ami habite à Rabat. Mon ami, صديقتي, habite تسكن أو تعيش في الرباط. Donc هنا A avec accent كتعني ليا في preposition في. يعني هنا حددنا المكان. فهاد A حددت ليا المكان في الرباط. يعني هنا استعملنا ا افيك اكسون للاشاره الى المكان. ديكزامبل نيميرو 3, كريم فيان ا بيسيكليت. كريم فيان ا بيسيكليت يعني كريم جاء بالدراجه او على الدراجه. فانا ممكن ايضا نقولو بالدراجه. دونك ا افيك اكسون هنا كتعني ليا البريبوزيسيون بي او حرف الجر بي. اوتر اكزامبل, علي offre des fleurs à sa mère. علي offre des fleurs à sa mère. يعني علي اهدى des fleurs يعني زهور او ورود لي امه. à sa mère لي امه. فدابا غنقومو باكزرسيس باش نفهمو مزيان لا ديفيرونس اونتر ا افيك اكسون اي ا سونز اكسون. فقبل نديرو مراجعه خفيفه, فقلنا ا سونز اكسون يعني ا بدون اكسون هي لو فيرب افوار او بيان لوكسيليير افوار اللي ممكن نصرفوه. فكنقولو الى اون فواتور الى في اون فواتور. دونك الى ممكن نصرفو ا نردوها افي فكتكون A sans accent يعني A بدون accent. Par contre, le A avec accent c'est une préposition. ميمكنش نصرفوها. فميمكنش نقول il offre des fleurs avec sa mère. Non, كنقول il offre des fleurs à sa mère. Donc, préposition A, préposition لا يمكن أن تصرف. D'accord? فدابا قوموا بالإكزرسيس ومن بعد نرجعوا نصحوه. فغنقرا لكم هاد لي فراز. Il marche à pied. يعني واش غنديرو ا افيك اكسون بيان ا سونز اكسون. ما مير ا في ان غاتو. احمد بار ا لا مونتاني. il prend son déjeuner à midi. le père a acheté un livre à son fils. sara porte un sac à main. il a de la chance. فالان قومو بالاكزرسيس ونرجعو نصحو. فدابا ان شاء الله غادي نصحو الاكزرسيس. فلا فراز الاولى اللي عندي هي il marche à pied. il marche à pied. دونك اول حاجه غنشوف واش غادي ندير ا avec accent bien a sans accent. فإلا قلت il marche à pied يعني sans accent. il marche à pied sans accent يعني هي لو فيرب avoir. واش ممكن نصرفو؟ واش ممكن نقول il marche avec pied؟ نون, غير صحيح. يعني غادي ندير préposition. il marche à pied يسير على قدميه. يسير على أقدامه أو على قدميه يعني على préposition. ma mère a fait un gâteau. ma mère أمي صنعت حلوى. فهنا عندي a تبعها verb le verb faire a وتبعها verb. دونك شنو غيكون؟ يعني auxiliaire يعني مساعد الفعل. فغنشوف واش ممكن نقول avait. ma mère avait fait un gâteau يعني صحيحة. فهنا غادي ندير a sans accent. C'est un auxiliaire, donc c'est l'auxiliaire avoir. Ma mère a fait un gâteau. Ommi sana'at halwa. Ahmed part à la montagne. Ahmed part à la montagne. Yani Ahmed dhahaba ila al-jabal. Fahna ghanchouf wach ghadi ndir a avec accent ou bien a sans accent. Fahndi Ahmed part à la montagne. Yani a sans accent, ma fihach accent. Fa mumkin n'oudha b a v. فغنقول احمد بار افي لا مونتاني. يعني سا نو فو ريان دير. يعني جمله غير صحيحه بتاتا. فكنقول احمد بار ا لا مونتاني يعني كندير بريبوزيسيون. فكندير بريبوزيسيون الى الجبل. il prend son déjeuner à midi. il prend son déjeuner à midi. فهنا الى درت ا سون زاكسون غنشوف واش ممكن نعودها بافي. il prend son déjeuner à midi. فهذه جملة غير صحيحة يعني ça ne veut rien dire. فغنوضعو a préposition يعني a avec accent. il prend son déjeuner à midi. يأخذ غداءه في الظهيرة. donc في
في الظهيرة بخي بوزيشن. لو بير اشوتي ان ليفغ سون فيس، يعني الاب اشترى كتاب لابنه. فهنا عندي ا وتبعها فيرب اشوتي، دونك اوتوماتيكمون سي لوكسيليغ افوار. دونك ندير ا سون اكسون، حيت ممكن نقول لو بير افي اشوتي ان ليفغ، دونك صحيحه. لو بير ا اشوتي ان ليفغ، دونك سي لوكسيليغ افوار. دونك لو بير ا اشوتي ان ليفغ ا سون فيس. هنا الى درنا ا سون اكسون فقلنا ممكن نعوضوها بافي، فغنقولوا لو بير ا اشوتي ان ليفغ افي سون فيس. دونك هذه جمله خاطئه، فغنقول لو بير ا اشوتي ان ليفغ ا سون فيس، هنا ا بريبوزيسيون لي ابنه، الاب اشترى كتاب لي ابنه، فغندير ا بريبوزيسيون يعني ا افيك اكسون. سارا بورت ان ساك ا مان، سارا تلبس او تحمل ساك ا مان يعني حقيبه اليد. فهنا غادي نشوف ا واش غتكون ا يعني فيرب او بيان ا بريبوزيسيون. فالا درت ا فيرب يعني سون اكسون، فغنقول سارا بورت ان ساك افي مان، دونك جمله خاطئه تماما. فغنقول سارا بورت ان ساك ا مان، ساك ا مان لا بريبوزيسيون. إلا دو لا شانس، إلا دو لا شانس. فهنا إلا يعني عنده الحظ، دو لا شانس هو الحظ، يملك الحظ او عنده الحظ. فهنا غادي فهنا غيكون لو فيرب افوار يعني عنده الحظ إلا، وممكن نقول ايضا إلا في دو لا شانس. فهنا بما انه ممكن نقول إلا في دو لا شانس فكنديرو ا سون اكسون. فنتمنى يكون كل شيء واضح لكم. فقلنا ا سون اكسون هي لو فيرب افوار او بيان لوكسيليغ افوار اللي ممكن نعوضوه بافي لانه قابل للتصريف، و ا افيك اكسون سي اون بريبوزيسيون يعني ما يمكنش نعوضوها بافي. بما انه ما يمكنش نعوضو ا باغ افي فكنديرو اكسون سور لو ا. فوصلنا لنهايه الحصه، نتمنى يكون كل شيء واضح لكم، نتمنى تكونوا قمتوا بليكزيرسيس وفهمتوه مزيان وفهمتوا لا ديفيرونس اونتر ا افيك اكسون يا سون اكسون. ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.